حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حديث آخر. منذ مطلع الثمانينات وحتى التسعينات عملت مقدمة برامج وأخبار في القنوات والإذاعات الإسرائيلية، عضو كنيسة حزب العمل وتحالفاته المختلفة منذ عام 2013، ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. ميراب ميخائيلي نتحدث معها اليوم في حديث آخر. ميراب ميخائيلي ولدت عام 1966 في إسرائيل. منذ مطلع الثمانينات وحتى التسعينات من القرن الماضي عملت ميراب ميخائيلي مقدمة برامج وأخبار في القنوات والإذاعات الإسرائيلية، وفي عام 97 أقامت مؤسسة لدعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ومنذ عام 2013 هي عضو كنيسة عن حزب العمل وتحالفاته المختلفة. وأيضا ميراب ميخائيلي عضو إدارة في إسرائيل تبادر مبادرة السلام الإسرائيلية. سيدة ميراب، أهلا بك معنا في حلقة حديث آخر. أهلا وسهلا. نبدأ معك مما يدور على الساحة السياسية الإسرائيلية اليوم. السياسة هي حياة. نعم. هل نحن بداية في الطريق نحو انتخابات مبكرة بحسب رأيك؟ ولا واحد بيعرف بأمات. هذا بتعلق بس يعني ببني آدم واحد، بنيامين نتنياهو. مش هو رتسى للأسف الشديد الذي يرغب به بنيامين نتنياهو، والذي يحصل في النهاية لأسف بني غانس وغابي أشكنازي، أعطوه شرعنا وإمكانية للبقاء في السلطة في الحكومة، وهذا شيء يضر بالجميع، يلحق الضرر بالجميع، وما يكرر هو ما يكون، وبإمكاننا فقط أن نخمن ماذا بوسعنا يفعل. هل تتوقعين أن يرضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاحتجاجات الشعبية التي نشاهدها أسبوعيا أو أكثر يعني من يوم في الأسبوع؟ ما بيتم. هذا لن يحدث. هو يفكر أو يعتقد بأن هذا يتبع له، هو ملكه الخاص، وأنا لا أعرف كيف أصف ذلك. هو يحس أو يشعر بأن هناك أي سبب يمنعه من مواصلة مهمته كرئيس الحكومة. لا يرحل. كانت هناك مبادرة يعني تطالب بمنح نتنياهو العفو عن ملفاته مقابل رحيله. أنت شخصيا هل توافقين، هل تؤيدين هكذا مبادرة؟ لي لا يدوى الكسوت الساعة. أنا لا أعرف عن مثل هذا المقترح، وهذا شيء غير مناسب. أي اتفاقية؟ ماذا يمكن أن تكون مغزى هذه الاتفاقية ومعنى هذه الاتفاقية لكل من سيأتي في أعقابه؟ أن تستغل موقفك في الحكم لأشياء قد تكون شخصية، ويمكنك أن من الناحية الديمقراطية هذا شيء مذموم منتقص، ولا لا أعرف عن مثل هذا الاقتراح. الأمور يجب أن تتضح وأن تكون واضحة أكثر. هو إذا كان بريء فإنه له الحق أن يصل إلى ذلك. لكن هل ترين بأن المحاكمة ويعني الطريق في نحو المحاكمة نتنياهو يسير في طريق صحيح؟ ليس هناك من شك بأن نتنياهو يعمل لتلويث هذه المسيرة القضائية، هذا الاتجاه القضائي، وليكون هناك نوع من عدم تقديمه للقضاء. والمجتمع الإسرائيلي يمكن أن ينجح في هذا الاتجاه بدون أدنى شك. هذا ليس سهل تقول باللغة العربية، ولكن هذا مهم أن تصمد بالنسبة للمناعة الإسرائيلية والمناعة الديمقراطية في إسرائيل. هذا شيء مهم بالنسبة للمناعة الديمقراطية. نشاهد نقمة على نتنياهو في أوساط السياسية وأيضا في الشارع أحيانا أخرى، لكن بنيامين نتنياهو سجل إنجازات كبيرة في السياسة الخارجية، منها الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل من جهة وبين كل من الإمارات والبحرين من جهة أخرى. إذن لماذا كل هذه النقمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ أنا لو نكمت بنتنياهو
أنا لا أنتقم ولا أثر من نتنياهو ولا أكره نتنياهو كرئيس الحكومة، ومن الناحية الشخصية ليس لدي أي شيء ضده، هذا أمر سياسي واجتماعي بالمفهوم المسؤولية القومية، لكن على المستوى الشخصي أنا أتمنى له كل شيء شيء، ولكنه أدى ويؤدي لكل مواطن في إسرائيل ولمواطن إسرائيل وللمواطنين الذين لا يعدون مواطنين في إسرائيل المعاناة والأذى الشديد. إنجازات أنا يؤسفني أن أقول أنه فاق حجم الضرر الذي ألحقه بالمجتمع الإسرائيلي أكثر من الإنجازات. أنا جدا سعيدة بالاتفاق مع الاتحاد الإمارات العربية شيش بين ارتسط بريت لبين مدينات بالمفرات، ولكن هذا شيء لا مشكلة لدي مع الاتفاق السلام مع اتحاد الإمارات العربية، ولكن كيف يمكن أن نرفع من شأن هذا الاتفاق لكي نحل أو نجد حلا للصراع للنزاع بيننا وبين الفلسطينيين؟ هذا هو الأمر المهم بالنسبة لدولة إسرائيل، ويجب أن نلجأ إلى استعمال كل الاتفاقات مع الدول العربية لرفع شأن هذا الحل مع الفلسطينيين، وأنا لا أرى بأن نتنياهو يفعل ذلك. هذه الاتفاقيات التي أبرمت بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، وهناك دول أخرى ربما تركب هذا القطار، قطار التطبيع مع إسرائيل، هل يمكن أن تنجح مثل هذه الاتفاقيات لطالما الملف الفلسطيني بقي يراوح مكانه؟ أنت ذكرت الآن الملف الفلسطيني، وأنت تنشطين أيضا في منتديات مختلفة للسلام أو لدعم السلام مع الجانب الفلسطيني. أعتقد بأن القدرة محدودة، القدرة للنجاح محدودة بدون أن نستمر نواصل السعي والسير نحو حل سياسي. جدا جيدا يكون مثل هذه الاتفاقيات من الاعتراف المتبادل، هذا مهم بالنسبة لنا وللعالم العربي، ولكنني أعتقد بأن الأمر المركزي الأكثر مركزية يجب أن نرفع شأن أن نجعل هذه الاتفاقيات ترفع من شأن السلام، أن نرى كيف يمكن حل هذه المشكلة عن طريق الشركاء آخرين في عندنا، لدينا مصر ولدينا الأردن، ومع كل الاحترام الذي نكنه للإمارات، لكن هناك دول أخرى ويجب أن نعمل ونبذل جهود للتوصل إلى اتفاق هنا في البيت. الاتفاق هنا، الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، هل هو واقعي اليوم، منطقي في ظل يعني سيطرة اليمين على الحكم في إسرائيل؟ مع اسكان مع الإمارات؟ نحن نتحدث عن اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هل هو قريب، هل هو واقعي منطقي الحديث عنه اليوم في ظل استمرار اليمين في أو في سدة الحكم في إسرائيل؟ للأسف الشديد كما شامرت كما تقول كما قلت اليمين أكال سيطرة اليمين، لن بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولا يعمل من أجل تطبيق هذا أو الوصول إلى مثل هذا الاتفاق. أنا أود أن أسعى إلى تغيير حكم اليمين، وذلك من أجل الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين وأن ننهي هذا الصراع بالصورة القائمة حاليا. هذا أمر هام وشيء صحيح وشيء عادل ونزيه ومستعجل وطارئ. اليمين أيضا في إسرائيل وعلى مدار سنوات طويلة يحاول أن يقول بأنه لا يوجد شريك فلسطيني، لا يوجد من نفاوضه من الجانب الفلسطيني. هل تعتقدين أن القيادة الفلسطينية الحالية قادرة على ذلك وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ هل هو شريك حقيقي للسلام؟ أنا أؤمن بتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية.
أنا أؤمن بأنه يجب أن لا نلعب بلعبة أنا أتهم ومن هو المذنب أو من هو المتهم. إذا مش أنتم متهمين إحنا المتهمين. هذا لا يهم ولن يؤدي بنا إلى أي مكان. يهمني أن نصل إلى حل للنزاع لا لكي لا نرى من سينتصر في النزاع، وإنما ليكون هناك حل يكون بشكل طيب ومرضي للجميع. هناك يجب أن يكون حل سياسي، يمكن أن نجد مثل هذا الحل. أنا لست مسؤول عن الفلسطينيين، هذه ليست مهمتي أن أعطيهم العلامات، وليس مهمتي أن أقلق وأهتم بهم. الاهتمامي ومهمتي أن أفعل ما بوسعي من جانب إسرائيل لصنع وتوفير الفرص والحوافز للتوصل إلى اتفاق. اليوم للأسف الشديد الطرفان يتمسكان كل طرف بموقفه، ليس فقط في إسرائيل إنما الفلسطينيين يقولون أيضا نفس الشيء، يقولون عن ذلك عن ترامب وعن آخرين، كلهم مذنبون في هذا الطريق النفق غير الذي لا نرى فيه النور في نهاية النفق. يجب على الفلسطينيين أن يفكروا بمصلحة مستقبلهم ومصلحة شعبهم، وليس فقط الكرامة الذاتية، وليس فقط تبادل الاتهامات أو الانتصار أو الخسارة، ولكن مسؤوليتي أنا عن الجانب. أنا كقائد في دولة إسرائيل يجب أن أهتم بإيجاد الحل من جانب إسرائيل. نعود من أسرع الفلسطيني الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يعني الفشل في إدارة كورونا، أزمة كورونا التي تضرب العالم، يعني ليست حصرا أو حصريا أو حصرا على بنيامين نتنياهو. يعني الكثير من الزعماء في دول العالم يتهمون بالتقصير، يتهمون بالفشل في إدارة هذه الأزمة، ترامب، جونسون وغيرهم، في هذا وباء شرس وغير معروف. أتوافقين ذلك؟ שהם נכשלו בטיפול בקורונה? זה לא טיעון, זה מציאות. هذا ليس ادعاء بأنهم فشلوا في مواجهة الكورونا. هذا شيء واقعي في إسرائيل وفي العالم. نحن في إسرائيل الرقم 2 في العالم بالإصابة بهذا المرض بالوباء الخبيث للأسف الشديد. وأنا أقول هذا، أستعمل هذه الكلمات في حياتي اليومية، ولكن هذا هو الرأي وهذا ليس مجرد الرأي. الفشل الذريع هو الذريع، فشل ذريع. وعندما تحدثنا قبل قليل بين الحديث عن المصالح وعن الكرامة وعن الشيء الأناني، يجب أن ننظر إلى الدول التي فيها زعامات من قبل النساء. هذه الدول بمجالات معالجة مثل هذا الوباء كانت لديهن نتائج مرموقة ومعتبرة، ويجب أن مثل هذا يجب أن يعلم الكثير من الشخصيات التي ذكرتها. لماذا؟ وأيضا الجماهير التي تذهب للاقتراع، هذا يجب أن يعلمهم شيئا ما. لماذا هن ينجحن وهم يفشلون برأيك؟ لماذا؟ كما شأمرتي هن كما قلت لا بقوت بمكان של אגו. هن لا يعتبرنا איך מטפלים בצורה הכי יעילה בלי לחשוב الأنانية بالذاتية، ماذا سيقولون عنا وكيف سنكون بطلات يعني أو زي أبو علي، وإنما يتحدثنا بمستوى مباشر باحترام مع الجماهير في بلادهن، ولا يهددنا ولا يستعملنا لهجة الترهيب والتخويف، وإنما يرينا كيف وإن إذا كانت هناك مشكلة كيف يجب أن يكون الحل. ورأينا كيف ترامب يقول لا تخافوا من هذا الفيروس وأنا أنزل الكمامة، هذا ليس أمر واقعي وملموس، وإنما العلاج الذي تلقاه ترامب لم يحصل عليه أي مواطن أمريكي، وهناك نصف المجتمع الأمريكي ليس لديه
وصول إلى هذا المستوى من العلاج. ولذا المجتمع يجب أن يفكر بالتواضع وأن نفكر كيف يمكن أن نحترم هذا الموقف وأن لا نجني منه المحاصيل السياسية. منذ فترة لم تصل رئيسة وزراء إلى أو امرأة إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل، منذ فترة طويلة. تعليقك. بغالب المدنات بعالم. غالبية الدول في العالم. لم تكن هناك سيدة هي القائدة، كانت قلة من النساء التي نجحنا في تاريخنا أن يصلنا إلى هذا المنصب المرموق. قبل 100 سنة. في العالم الغربي كانت النساء حصلنا على حق الانتخاب، والنساء في السعودية قبل سنتين حصلنا على حق سياقة السيارات. ولم يتحررنا بعد من المرافقة الرجالية في قيادة السيارات. هذا ليس لا يفاجئ في عالم ليست هناك مساواة بين الرجال والنساء. الطريقة الأسلوب مبني بأن النساء ينخرطن وينشغلن بالحرية وبالحصول الحرية. مهم أكثر من المساواة، مهم بالنسبة لي أن تكون هناك نساء يحصلن على أجرة عالية وأن تكون محميات من العنف الأسري والمنزلي وأن لا يعتدي عليهن أحد على ما يسمى شرف العائلة. وهذا هذا أيضا في إسرائيل وفي العالم الغربي أيضا النساء يقتلن ويتعرضن لمضايقات وإزعاجات جنسية. هذا شيء مستعجل وضروري، وهذا أمر مهم بالنسبة لي أكثر، ولكن هذا شيء متصل الواحد بالآخر. منزلة المرأة عندما تكون أكثر فستكون أقل عنف، وعندما تكون يجب أن نعمل في كل الجبهات في كل المواجهات، وهذا لكن شيء أساسي ومركزي في الثقافة الذي يعطي الأمان لكل شخص، ليس فقط النساء وإنما للأولاد. المساواة بالنسبة للنساء هذا ضرورة واجبة يجب أن تكون. سمعتك تقول بأنني نشيطة فيما يخص حقوق النساء، وأنا أرى في ذلك مركب في مجتمع جيد. حرية النساء ليس فقط الاهتمام بالنساء كمجموعة، وإنما النظر إلى المجتمع أن يكون المجتمع فيه مساواة بالنسبة للمرأة. مش مهم، ليس من المهم ما هي الأدوار التي تلعبها كل شخص في المجتمع. أن تكون للسيدات منزلة اقتصادية وأن لا تكون فروقات بين أغنياء وفقراء. الفيمينيزم يسعى إلى المساواة في كل المجالات بالنسبة، وأنا أعمل في هذا المجال وفي أنشط في هذا المجال، وأيضا يشمل السلام. سنعود إلى هذا المجال لكن في سياق آخر في حلقة اليوم. نعود إلى الاحتجاجات التي يرى فيها البعض بأنها أكثر ما تشكل الانقسام أو ما تعكس الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. هل بالفعل هذا الانقسام يشكل خطر أو خطرا وجوديا على إسرائيل؟ وهل هو يعود بطبيعة الحال كما يقول خصوم نتنياهو إلى تحريض رئيس الوزراء على خصومه؟ تحريض نتنياهو لم يبدأ الآن، بدأ من 1993 عندما كان رئيس الليكود ووصل إلى منصب رئيس الائتلاف، زعيم المعارضة بالتحريض ضد إسحاق رابين رئيس الوزراء السابق وضد أوسلو، وأدخل أقحم للمجتمع الإسرائيلي لغة جديدة لم تكن. تحريض أرعن بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي وبالنسبة لليسار الإسرائيلي، بالنسبة للمواطن العربي في إسرائيل، حزب العمل وناس أشهد، والآن أيضا ضد النساء. وهناك ناس في اليمين يقولون بأنهم يرون في ذلك نوع من هذا تهديد نعود به إلى الوراء منذ عشرات السنين.
أفغانوت أخشاب. المظاهرات الآن، المظاهرات الاحتجاجية الآن هي نوع من مسار يستمر يتواصل منذ الكثير من السنوات. هناك تقاليد في إسرائيل من الاحتجاجات. الآن نحن في موعد يوم كيبور، عيد الغفران، بعد حرب يوم الغفران في عام 1973 كانت الاحتجاجات ضد وتمرد ضد جولدا مير بما عناه بأنه هو فشل ذريع في الإدارة، وفي هذا تقليد فيه نوع من المعافاة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. التحريض في زمن نتنياهو، في عهد نتنياهو، متواجدة في كل مكان، في كل في كثير من ويقودها ناس ويوجهها ناس من الأعالي، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لأخلف طوبة. لماذا من المهم أن نغيره ونبدله ونستبدله برئيس؟ هل تتخوفين على الديمقراطية الإسرائيلية في عهد نتنياهو نتحدث؟ كين. نعم. التشوفة كترى. نعم، مع تنهيدة. الجواب القصير هو نعم. ليس من شك بأن ديمقراطيتنا تتلقى اللكمات، اللكمة تلو اللكمة، لكمة تحريض ضد الشرطة في الفترة التي كانت فيها تحقيقات، والآن تحقيقات ضد المحاكم وضد الجهاز القضائي، وعدم الاعتراف بعدم الجدل. بالنسبة للجدل، من لا يفكر مثل نتنياهو هذا ليس مشروع، ليس مشرعا. وأيضا المس بحرية الاحتجاجات، كل هذه الأشياء مقلقة، ولكن المجتمع الإسرائيلي هو لا يجلس في البيت، لا يمكث في البيت. هم يحاولون تحجيم مدى الاحتجاجات هذه، ولكنه يخرج بقوة ويثبت نفسه في الخارج في هذه الاحتجاجات، لأننا نرى بأنه يجب أن نغير نتنياهو بصورة ديمقراطية وبصورة مشروعة، وأن نرمم الديمقراطية كما سنرمم المجتمع والاقتصاد بالسرعة القصوى. الشرطة، هل توافقين أن الشرطة تلعب دورا في قمع هذه التظاهرات التي تخرج ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ وهل ترين بأن سلطة القانون في خطر في إسرائيل؟ أنا قلقة من القوانين التي يمررونها في الكنيسة، لأنها قسم منها هي قوانين تنطوي على إشكاليات معينة ونوع من الإحضار وتجهيزات والإعدادات التي تنطوي على مشاكل. هناك نوع من الشعور بأن هناك قوانين ستكون لجزء فقط من المجتمع الإسرائيلي. نحن نرى ذلك في المجتمع المتدين المتزمت، وأيضا في المجتمع العربي الإسرائيلي، المواطنين العرب في إسرائيل. وأول من يعترف بذلك هم زعماء وقادة الوسط العربي الذين يعانون من ذلك. ونتنياهو يخلق جو من الفوضى الذي يعمل في صالحه، يصب في صالحه. وطالما كانت تحقيقات ضده فهو أقحم نفسه في مهاجمة الشرطة، وأن الجميع يعملون ضده. بالمقابل حد الآن لم يعين مفتش عام للشرطة بشكل دائم، هناك فقط مفتش عام بديل أو قائم بأعمال المفتش العام. بالشرطة هناك عدم مساواة واضح وبارز، هذا يؤثر ويضعف الجهاز الشرطة ويجعله واهن جدا. أنا أخرج ضد تصرفات الشرطة بالنسبة للمحتجين، ولكن أيضا أتفهم موقف الشرطة ووضعها الذي لا يطاق، والتعليمات التي يصدرونها للشرطة هي ليست حقيقية ولا يمكن احتمالها ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع بصورة ناجعة. إسرائيل موجودة في فوضى عارمة الآن، وهذا أمر خطير.
من الصعب أن تضع إصبعك ممكن تضع إصبعك على شيء ما، ولكن نتنياهو هو شيء مهم أو أمر مهم أو عامل مهم في هذا الموضوع، لكن أيضا هناك حزبه وأحزاب أخرى تتعاون معه وتشاركه هذا المسار، ويجب أن نذكر ذلك. يجب أن نفهم بأنه يجب أن ليس فقط نغير الشخص وإنما السياسة وكل من في فلكه. لكن نتنياهو وأنصار نتنياهو يقولون أنكم فشلتم بهزيمته عبر صناديق الاقتراع، واليوم اليسار يحاول قلب الطاولة من خلال إشعال الفوضى في الشارع. من قرر تقديم الاتهامات أو لائحة الاتهام ضد نتنياهو هو المستشار القضائي الذي عينه نتنياهو وكان مستشار نتنياهو، وهو أيضا يضع القبعة المتدينة على رأسه، وهو ليس كافر وليس من الذين نسوا من هو يهودي. نتنياهو هو محرض وهو يحرض، ونحن اعتدنا على ذلك. الأمر المهم السياسيون من جانبنا، من الجانب الآخر للخارطة السياسية، منذ عهد باراك وفي طريق 2013 يائير لبيد انضم إليه، وكان في ائتلاف معه في 2015 كحلون الذي انضم أيضا إلى الائتلاف الحكومي، انضم إلى بنيامين نتنياهو. والآن في 2015 ولكن المقصود 2019 انضم بني غانتس وجابي أشكنازي إلى ركب نتنياهو هذا، وأيضا من حزب أمير بيرتس وإسحاق شمولي الوزيرين الذين خانوا العهد بالنسبة لحزب العمل وانضموا إلى ركب هذه الحكومة. نتنياهو يطلق النار ويبكي، ولكنه من ناحية ثانية ينجح في القضاء المبرم على اليسار، ولكن كل من يرى من لديه عينين في رأسه يرى الواقع. ما هو الواقع بالذات؟ الاحتجاجات ضد نتنياهو هي احتجاجات مشروعة، وليس هناك مشروع أشياء مشروعة أكثر منها. والاحتجاجات والاتهامات ضد نتنياهو وتتم على جثة بأكف من الحرير. لقد قال بقلب مثقل وليس بسهولة، ليس بطيش وإنما ليس بأي نوع من كان نوع من التأكيد على كل شيء، أنه لا مناص من فعل ذلك، تقديم الاتهامات لوائح الاتهام. ولكن نتنياهو لا يختزل شيئا ولا يوفر شيئا بالنسبة للوصول إلى أهدافه، حتى لو عن طريق المشاهدة الشارع أنها غير مشروعة وغير قانونية. نعم، وفق استطلاعات الرأي، إذا ما ذهبت إسرائيل نحو انتخابات مبكرة، فإن حزب العمل يعني هناك من يبالغ ربما ويقول بأنه سيختفي عن الخارطة السياسية. أين سنجد يعني ميراف ميخائيلي في الانتخابات المقبلة، وأين ستقف، خصوصا وأنت قلت بأن هناك أعضاء من حزب العمل خانوا العهد؟ أنا أفهم لماذا حزب العمل الآن تحت الصفر، تحت لا يقترب من نسبة الحسم، لأنها خانت المصوتين والمقترعين الذين صوتوا بعكس ما وعدوا الجماهير التي صوتت لهذا الحزب. هذا شيء مركزي. فلماذا يقول الناس نود أن نصوت لحزب العمل؟ هذا شيء واضح تقول باللغة العربية صباح الخير. مكتوب شكخ يشعر. هذا لن يستمر على طول. يجب أن يكون هناك بديل. يجب أن نخرج هذا الحزب من الحكومة، وأن نجدد القوى، وأن ندخل القوى الجديدة والدماء، نضخ الدماء الجديدة
من أجل أن نبدل نتنياهو، أن نبني ما أرادته الصهيونية عندما عن طريق المساواة والمنطق والأصول والنزاهة، ويمكن فعل ذلك. أنا أؤمن بذلك في كل قلبي، وأنا أستثمر جهدي في هذا الشيء، وأنا أؤمن بأن هذا يجب أن يفعل وأن يكون في النهاية. من خلال النهوض بالحزب الذي أسس دولة إسرائيل تتحدثين، من خلال حزب العمل والنهوض به، أو من خلال ربما حزب آخر؟ و أنا ما أؤمن أن צריך לשקם בשביל أنا أؤمن بأنه يجب أن نرمم من أجل ترميم الدولة ومعسكراً سياسي، يجب أن نرمم حزب العمل. كانت هناك محاولات لإقامة أحزاب جديدة على سبيل المثال كحول لبان، ولكننا شاهدنا ماذا حدث لكحول لبان، وماذا حدث لكديمة، وماذا حدث ما يسمى المعسكر الديمقراطي. الحركات لا تقوم، لا تنشأ بسهولة. يمكن أن نكون بحملة انتخابية وهذا سهل، ولكن أن ننشئ حركة سياسية مع جذور متجذرة ومع أيديولوجيا، وأن يكون هذا ليس شيء سهل. ولذا أنني الآن منهمكة وأبذل الجهود الجبارة من أجل ترميم حزب العمل. لا يمكن أن أضمن النجاح من البداية، وقد يجوز أن ينجح في المسح، مسح حزب العمل وإدخاله في صهره في داخل أحزاب أخرى في حزب كحول لبان. ولكن هذا حزب عريق كان له قادة تاريخيين، دافيد بن غوريون الذي وافق على تقسيم البلاد، وزعيم آخر الذي صنع السلام مع الأردن، تقصد إسحاق رابين. دولة للشعب اليهودي على يجب أن لا نرمي ذلك إلى الحاوية، حاوية المقدورات. لكن انهيار هذا الحزب حاليا نتحدث، هل هو بفعل القيادات والبعض الذين خانوا العهد كما قلت ووصفتيهم أيضا، أم بسبب ربما تحول في المجتمع الإسرائيلي؟ هناك البعض يقول بأن المجتمع بات يجنح نحو اليمين، كيف تعقبين على ذلك؟ هذا بسبب التحريض الأرعن الذي يقوم به نتنياهو. كلمة اليسار أضحت نوع من اللعنة، من المسبة، من الشتيمة. كثيرين من الناس يكتبون لي، نحن نوافق معك في كل شيء ولكننا لسنا يسار. يقولون لي نحن نسمع واستمعنا إليك ولكننا لسنا يسار، لأن كلمة يسار، يسار أضحت نوع من الشتيمة. ولكن إذا سألت الناس عن مواقفهم وعن الأشياء الأساسية المركزية الحقيقية، الغالبية الحاسمة العملاقة، المواطنين في إسرائيل يرغبون في المساواة المواطنية والمساواة بين فئات المجتمع والمساواة في الموضوع الديني. وهناك جزء يطمح في تأييد دولتين للشعبين، رغم أنه لا يمكن أن يؤمنوا منذ البداية بأن هذا ممكن أن يحصل. لذا فإن الجوهر لدى الشعب لا يذهب إلى اليمين، ولكنهم يخافون، يهابون أن يطلقوا، يكنوا أنفسهم يمين لأي لا يكون لهم خونة، وهذا يجب إصلاحه وترميمه أيضا. ولكن الأمر المهم بعيوني والجوهر بأن غالبية الجمهور يتفق معي وليس مع نتنياهو. أريد أن أرى كيف يكون نتائج سياسية لهذا الموضوع.
ميراف ميخائيلي بقيت في الحزب الذي يشارك في ائتلاف نتنياهو لكنها محسوبة على المعارضة. نخون. البعض يصف هذه بالازدواجية. تعليقك. لوك فيلوت أني ليس ازدواجية، أنا قسم من حزب العمل ولم أترك حزب العمل، وأنا أبذل جهد وأصارع من خلال حزب العمل. لقد صوتت ضد إقامة الحكومة وضد كل الأشياء الضارة التي تسببها الحكومة. ليس لدي أي شيء فيه التزام لشيء ما، أو هناك نوع من الأثر أو حاجز. أنا أفعل ما أؤمن به، وأنا أقول للذين يصوتوا لجمهوري أنا أقصد ما أو أعني ما أقصد، ويجب أن أكون أنا أعمل من أجل كل ما شيء جيد بالنسبة للمجتمع في إسرائيل. أنت تعرف هذا سهل. أنت أيضا يعني في شق آخر ممن طلبوا بضمان موقع لمندوب أو مندوبة عربية في حزب أو في تحالفات العمل واليسار. هل ترين إمكانية لتغيير حكم نتنياهو بدون مشاركة العرب؟ وكيف يعني كيف تفسرين الحملة ضد القائمة المشتركة وكيف ترينها؟ الكامبين نجد الرشيمة المشتفت هو الحملة ضد القائمة المشتركة هو قسم من الحملة التي يقوم بها اليمين ونتنياهو ضد العرب منذ سنة 1993، وهذا ليس بالأمر الجديد. يجب أن نقول بأن هناك ناس أشخاص في القائمة المشتركة الذين ليس لديهم بعض التعبير، بعض التصريحات التي لا يمكن للمواطنين أن يفهمها بأنها نوع من الشراكة. هناك تصريحات بعض الأشخاص في القائمة المشتركة الذين يتحدثون عن التعايش، ولكن هناك من يتحدثون عن نوع من التنافر. الأقلية العربية القومية بصورة منفردة، وهذا صعب على المجتمع الإسرائيلي أن يبلع مثل هذا الشيء أو أن يهضم مثل هذا الشيء، وهذا أمر ينطوي على مخاطر بالنسبة للمجتمع العربي الإسرائيلي. نحن نتواجد هنا منذ فترة طويلة للأسف الشديد. بما أننا نتحدث عن العرب في إسرائيل والنواب العرب، هل تتفهمين غضب العرب يعني من قانون القومية الذي يعتبرونه تمييزا ضدهم؟ الخوك اليوم أنت متكون؟ نعم. كان بوداي قانون القومية أنت تقصد؟ أنا أيضا صوت ضد قانون القومية، هذا كان في الكنيسة السابقة وصوتنا ضد قانون القومية. كل المعارضة صوتت ضد تمرير قانون المواطنة. قسم كبير من المجتمع الإسرائيلي كان مع المجتمع الإسرائيلي ضد هذا القانون. لا يعني ذلك أن كل اليهود، هذا يعني اليهود ضد العرب، كل اليهود ضد كل العرب. هذا أمر مهم ويجب أن نقوله بوضوح. نحن اعترضنا على مثل هذا القانون الذي لا يرمي أو يهدف إلى المساواة. نحن صوتنا ضد القانون. أنت تسألني ما أنا كنت شريكة في هذا العمل بطبيعة الحال. نستمر بالحديث عن العرب في إسرائيل. يعني موقفك من التشريعات ضد تعدد الزوجات، هناك من يقول أنه وفق الشريعة الإسلامية هذا عرف يتماشى كليا مع الشريعة، بين الحق يعني في اتباع الشريعة لمن يرغب بذلك وبين القانون الإسرائيلي الذي يحظر هذا، كيف تنظرين إلى هذا الملف؟ אתה רואה, יש מקרים שזה קל. هناك بعض الأمور تبدو سهلة. لقد ألقيت خطابا في أذنيك موسعا وواسعا عن المساواة. لا مشان إما عربيين أو
أنا لا أهم إذا كان أشخاص من المجتمع اليهودي الإثيوبي أو من الذين يصرخون ويهتفون ضد التفرقة العنصرية، ولكن في البيت بإمكانهم أن يفعلوا في البيت نوع من التفرقة ضد النساء، هذا مش مقبول علي بالمرة، وأنا آسف أن أقول ذلك. المساواه يعني الذين يتحدثون عن المساواه بصوت عالي بالنسبه للمسلمين، ولكن في البيت في منازلهم يريدون ان يكون لديهم اربع نساء، وهم يكون دوسهم ان يفعل ذلك، ولكن النساء لا يمكنهن ان يفعلن ذلك. وعند اليهود فقط الرجل يمكن ان يعطي التصريح بالطلاق، هذا حقيقي. يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين السياسة والدولة، والأيام التي كانت فيها النساء ملك للرجال، هذا ولا وانتهى وانقضى لا في المجتمع اليهودي، في المجتمع العربي، وفي المجتمع اليهودي، وفي كل أنواع المجتمعات. الآن ما يحدث مع البوليغامية، تعدد الزوجات، خاصة في المجتمع البدوي في داخل إسرائيل، وهذا نوع من الإهمال من قبل الحكومة. يجب أن نفعل هناك، أن تفعل الحكومة، تبذل جهود جبارة من أجل تقدم هذا المجتمع البدوي أن يصل إلى القرن 21. هذا يأتي يتأتى مع التثقيف على المساواة بالنسبة للمجتمع البدوي وللنساء، سواء كنا يهوديات، نعم، عربيات، مسلمات، مش مهم. لكن إسرائيل يعني تبقى في مقدمة الدول الغربية التي تعرضنا فيها النساء إلى العنف والقتل، يعني نسبة يعني لا بأس بها، نسبة كبيرة. هذه ظاهرة هي ربما من الظواهر القليلة المشتركة بين العرب واليهود. لماذا تفشل الحكومات في وضع حد لمثل هذه الظاهرة برأيك؟ אתה שואל למה הממשלות לא מצליחות לגדוע את זה, ואני אגיד לך כי הן לא מנסות לגדוע את זה. الحكومات لا تجرب أن تجتف هذا الموضوع، ولا يفعلنا الحكومات لا تفعل ما هو المطلوب لاجتثاث هذه الظاهرة من الأساس. هناك برنامج للجنة متعددة من قبل عدة وزارات ومؤسسات حكومية، ومبدئيا أعطوها أو خصصوا لها، رصدوا لها الميزانيات، هذا فقط مبدئيا، ولكن لم يخرجوا هذا إلى حيز التنفيذ، وهذا يختص وله علاقة بالجذور، بالأساس، بالأصل. العنف ضد النساء ينبع من عدم المساواة، من نوع من السيطرة. إحنا الرجال يمكن أن نسيطر ويمكن أن نفعل بالنساء ما نشاء، وهذا يجب أن نبدله ونستبدله ونغيره من الأساس. والحكومة لا تفعل في هذا الشيء في هذا الأساس، ونحن لن نتنازل عن موقفنا. أنا وصديقاتي وشركاتي وأيضا بعض الرجال الذين يؤيدون موقفنا، وهناك نساء في المجتمع البدوي أيضا يعملن ضد هذا الموضوع، نحن لن نتنازل عن هذا الموضوع بأي حالة من الأحوال، لأنه كما نتفق أنا وأنت بأن المساواة هو عنصر أساسي في حياتنا، هذا هو أيضا بالنسبة للرجال وللنساء. المساواة يتصل بالنساء، له صلة بالنساء وبالرجال، كما له صلة باليهود والعرب. أنت تعرف وتعلم بالأصل، تحدثنا عن قانون القومية، أن هناك ليست لا تظهر كلمة مساواة في قانون القومية. لماذا كلمة المساواة لا تظهر في أيضا قانون حرية الإنسان وكرامته؟ في هناك كرامة وحرية، ولكن لا يظهر، لم تكتب كلمة مساواة هناك. هذا ليس بسبب العرب، وإنما بسبب النساء، لأن الأحزاب المتزمتة الدينية اليهودية قالوا إذا كان هذا لا يمكن أن يكون هناك زواج مدني، وهذا للأسف الشديد للمسلمين، للرجال المسلمين وللمتدينين اليهود، هناك نوع من المصلحة المشتركة، ويجب أن ننزع فتيل هذا الاتفاق وهذه المصلحة المشتركة. ماذا عن حرية الإعلام؟ ميراف ميخائيلي طرقت عالم السياسة من خلال بوابة الإعلام، كيف ترين حرية الإعلام في إسرائيل؟ هل هي في خطر؟ هل هي مهددة؟
קודם כל, כשיש מהומה. إذا بيكون هناك نوع من الضجيج والفوضى فوضى في فوضى كلهم وكلهن مكشوفون لذلك ليس هناك فقاعات ليس هناك من ليس لا يتعرض لمثل هذا التأثير وأيضا الإعلام وأيضا المشاهدين يتذكرون بأن نتنياهو في الفترة الأولى وقف وقال هم مفحدين يخافون قصده كان الإعلام هو كان يتوجه يعني بأن أن الإعلام هو الذي يخاف هجومه كان قصد به الإعلام إذا كانت هناك أسباب أخرى هو يأتي بشركائه وبالذين يحيطون به ويحاول رفع شان بعض المواضيع التي يسعى إليها من وجهة نظره حدث تطور كبير في عالم الإعلام الاتصال لأن هناك إعلام يميني يعني كل جهة تعرف نفسها بأنها إعلام يميني على ما يبدو أنهم ليسوا بحاجة لنا هل تعتقدين أن النظرة إليك إلى لغتك النسائية فيها أو ينظر إليها ببعض الاستخفاف شيئا ما أم أن مساهمتك في الثورة النسائية تلقى تجاوبا كما ترين קודם כל יש את الحكي نفسه يعني שאני מדברת ברבות שאני אומרת אנחנו הולכות אנחנו רוצות انا اتحدث بصفه الجمع نحن يعني احنا يعني النساء انا بدات اتحدث قبل نحو 20 سنه بدات بهذا النمط من الحديث بهذا الاسلوب من الحديث وانا ذا كان شيء مخيف ومربك وكان نوع من الانتقاد الصعب العسير وبعض الرجال نظروا إلي نظرة استعلاء ولكنني سردت نكتة غير جيدة والآن هذا الأمر انتشر وهذا مقبول وهذا نادر أن لا يكون في النشرات الأخبار وكل من يظهر في وسائل الإعلام يظهر فيقول المجندات والجنود الأطباء والطبيبات النساء والرجال الواقع تغير تبدل جهدي الذي بذلته الصراع الذي خضته في هذا المجال في المجتمع الإسرائيلي في منتصف التسعينات منذ كثير من السنوات وعندما بدأت في منتصف التسعينات كان هذا أمر مستحدث يعني كانوا ينظرون إليه كأنه نوع من إحداث القلاقل والمشاكل ولم يقبلوا بأن هناك نوع من العنف الجسدي والعنف الجنسي ضد النساء والمضايقات النسائية واليوم هل هناك من يقول لا يوجد عنف ضد النساء ولكن المحاولات تبذل كيف يمكن أن نجد حلا لهذا العنف السؤال الأخير قبل أن ننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة هناك من يقول أن انعدام وجود دور نسائي في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وفي السياسة بشكل عام ربما يعني يفسر تعثر هذه المفاوضات ويبعد خيار السلام وهناك من يقول أن هذا اعتقاد رومانسي وساذج هذا أمر من الطرفين يبدو مقبول بالطرف الثاني الطرف العربي أيضا ليست هناك نساء هذه فقط ما زالت مجتمعات تؤمن بالمرجلة بالاسترجال بالرجولة بموقف الرجال في المجتمع كيف تحدثنا في البداية عن كيف نعالج وباء الكورونا ليس هناك أدنى شك بأن حضور النساء في المفاوضات في أي نوع من المفاوضات هو أمر يعود بالفائدة على المفاوضات الأمم المتحدة اعترفت بذلك أعتقد كانت قرار في مجلس الأمن كل هيئة تفاوض بشأن السلام والمفاوضات يجب أن تكون الاتفاقيات
لتاري جامعة لأسفي الفلسطينيين وأيضا نحن ما زلنا بعيدين عن ذلك ولكن ليس الوقت الكثير نحن هنا في إسرائيل نعم هناك في المظاهرات التي تنتشر في البلاد نرى في اللافتات المرفوعة مطلوب قائدة في إسرائيل هذا يعني بأن يأخذون بنظر الاعتبار السيدات أيضا في المجتمع الفلسطيني هناك قوة تؤيد حرية المرأة وهي قوية ومساندة قوية ومتينة للمرأة هذا شيء مهم لنا ولكم تقول عن المجتمع الفلسطيني من الصعب أن يتخلوا عن هذا واضح عن السيدة مراب سننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة سأطرح عليك العديد من الأسماء وتصفينها بكلمة واحدة فقط نبدأ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنهيدة عميقة تحتاج التفكير وأسون مدينة إسرائيل هو كارثة بل مصيبة في المجتمع الإسرائيلي زوجته سارة نتنياهو أين لي ما لا قدر ليس لدي ما أقول عنها هي ليست منتخبة من قبل الجمهور ولا يجب أن أتطرق إليها زعيم حزب العمل أمير بيرت أخزبة خيبة أمل بني جانز أخزبة قدولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شيء يبغي نرجو له المعافاة والشفاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كم كان بريوت وإن شاء الله شيء بعمدة صحة وأن يكون في موقف يكون ينجح معه في صنع السلام معنا أخيرا إسماعيل هنية رئيس حركة حماس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حماس أنا أسمح شيكير بإسرائيل أنا يسعدني يطيب لي أن يعترف تعترف حركة حماس بإسرائيل وممكن التوصل معه إلى اتفاق سيدة ميراب ميخائيلي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ومشاهدينا الكرام أنتم الشكر موصول لكم على طيب المتابعة نلقاكم في حلقات أخرى من حديث آخر دمتم بأمان الله